عايشة لخدمتي الطموح تاعي باش نطور خدمتي باسكو هاد الخدمة نخدمها باغامور. كريمة خياط مهندسة معمارية ومهندسة ديكور داخلي. هذا الدومين نبغيه ملي كنت صغيرة، نبغي نمد لاتوش تاعي دانتيريور لداخل، نبدل لي كولور دي باوا، لي كولور دو بانتور. كملت قرايتي ان 2020، لقيت مون بير لي ما انكوراجي باش بديت عاود نخدم وحدي. افيك لو طون كونت شركة تاعي وحدي، دروك راني خدامة وندير إعادة تأهيل تاع المنازل. كنت كي نروح ندير اون فيزيت شانتيي وعيط لي ان كليون بور فوار لو شانتيي، كنت نروح نشوفه الوغ كي ندخل كان يحسبني سي جوست ان اركيتيك دو بيرو، يقعد يقول لي صديق انت غادي تخدمي؟ نقول له وي بيان سور انا غادي نخدم. في الديبي تجيهم شويه صعيبه، يقول لك مرا دير لا رياليزاسيون، هذه الخدمه تاع رجال ما قدش ندير كونفيونس انا في مرا تخدم لي. مع الوقت النظره بدات تتبدل، سورتو كي تبدا تولي عندك صديق اون ايماج دوفون لي جون. وثاني حاجه واحده اخرى عاونتني التيك توك، ثاني عاونني باش نبدل ليماج تاع الناس ليا، يشوفوني باللي عندي دي سافوار فير في لو دومين دو رياليزاسيون في الديكور انتيريور. تكون مع الوقت هاد لي تبدلت، ولاو يشوفوا باللي التعامل مع المراه بالك خير من التعامل مع الرجال، تتفهمهم بلوس، بالك ثاني في كيسيون دو كونفيونس، يلقوا باللي عندي الكلمه دو سيريو دو بروفيسيوناليزم. ثاني هذه هي parmi les difficultés اللي واجهتهم في الديبي، c'était c'est-à-dire de rentrer dans un chantier في غير الرجال، ولا c'est-à-dire انت تعطي لي زونغ للخدامين يقول لك كيفاش ما تعطينا ان اورد باش نخدموا، مي افيك لو طون صاي تدخل في هذاك الدومين وتعرف بلي هذا الدومين ماشي غير الرجال. نشوف روحي بعد 5 سنوات ولا 10 سنوات بلوطا، الشركة تاعي اللي دروك راها غير تخدم غير في وهران، مع الوقت إن شاء الله غادي تولي تخدم كاع الولايات، نزيدو نطوروا في الخدمات تاعنا. الرسالة تاعي دروك موجهة للنساء اللي عندهم ان سافوار فير ولا عندهم حرفه في يديهم نيمبورت كان لو دومين اللي راهم فيه، ما تخافوش من نظره المجتمع عليكم، خرجوا للميدان افيك لو طون غادي الاولى تكون صعيبه، مع الوقت توالفوا وتبدوا الخبره وتنجحوا في هذاك الميدان ان شاء الله.